الرجاله. انتوا خايفين ولا ايه؟ بصراحه خايفين. وحياتك مش قد ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قصدي يعني ان الخوف ده شيء صحي جدا مفيد لينا كلنا. الناس دي مش احسن مننا في حاجه. ولا احنا احسن منهم يا كمال فؤاد. والله عندك حق يا شناوي، بس احنا تعبنا يا جماعه وهم كمان تعبوا. انت معايا ولا معاهم؟ في ايه؟ انت عشان هتلعب هتتعبنا. انا مع الحق. انا عايز تركيز، كره من لمسه واحده ونتحرك كلنا لبعض، بلاش كور عاليه عشان ما بنعرفش نجيبها. قصيرين كلنا. عادي اؤمر. ابوس ايدك عشان خاطري، عشان خاطرنا كلنا. بلاش دي. هبهرك. ابقى قابلني. هو الايد فاق الالماني عامل زي الايد فاق بتاعتنا برضه. توكلنا على الله. يلا يا رجاله. مساء الفل يا رجاله. المدرب المصري بتاع الفريق اللي جنبك، الكشك اللي جنبيك ده. أصدقاء الكرام السادة المتطبعين، أهلا ومرحبا بكم في الحدث الكبير، الحدث الأقوى الذي يترقبه الملايين بين الفريق المصري والفريق الألماني، المانشاف والفراعنة السود. ها هي صفرة البداية، انطلقت المباراة، كرة سريعة للألمان بيكون الفريق المصري عن طريق كوندو، توسيعة ممتازة لكن خارج الملعب. من هذا اللقاء الناري سيكون نار يا حبيبي. ترجع تاني الكرة عن طريق فليب لام، الماكينات الألمانية كما نرى الشناوي في حراسة المرمى، تمشي الكرة سريعة جدا، حاسر من الأخطاء، وزع كرة ممتازة وبالراس من المرور، توماس مولر يضرب بأول هدف اللقاء. مش معقول من هذا الأجواء، من هذا السيناريو يقصى الفراعنة للسود بأول هدف اللقاء. المان شفت واحد، الفريق الألماني واحد، صفر الفريق المصري. هذا إيه؟ لسه احنا في أول ماتش. أين التركيز؟ أين الجوكر؟ يكسر الفريق المصري بأول هدف اللقاء. ترجع تاني الكرة في وسط الميدان عن طريق كونغو. ديبا لمسة تاني ممتازة، ما فيها شيء. الحكم يقول ما فيش خطأ، ما فيش تماس. تالا كورة، يلا كورة بالضغط اللاعبين، يلعب بالكعب ممتازة وفي خطأ. الحكم يقول خطأ لصالح الفريق المصري. من هذا الجو شوف التشاعر بإتقان. أين الهدوء الآن؟ كونغو والمشجرات. ممتاز اللعب عن طريق الدكتور جابر، وفي كارت اصفر الان عن طريق فليب لام في اصابه. هل الان سيتغير احد من اللاعبين؟ كونغو القائد والليدر، هو كابتن الفريق، يفكر الان في التغيير في هذه الثواني. من سيدخل؟ ها هو وحش السجون العملاق تايسون. منك يا تايسون، انا اقول سيعمل المفاجات. اللاعب الكبير كما نرى الكوتش شلاش. اول كوره يمشي، الثاني لمسه ممتازه سريعه جدا، حذر من اخطاء ويضرب الله. مش معقول تايسون الان يقفز على اللاعب الالماني ويفتح الغداره. لا مش ليك، ده ليه ده طرد، ما يجراش حاجه دي. عادش يقدر يمسك كل ما انا عايز. ربنا يخليك، ما هو ده العشره مره. تحب اقتل لك اي حد تاني؟ لا ماتش تاني بقى نبقى عاملين حسابنا. عايز حاجه؟ ربنا يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى خلينا نشوف. مع السلامه. مع السلامه. نتفشخ. نستأنف المباراة مرة أخرى أصدقاء الكرام. بالرأس ترجع تاني، والكوتش الألماني يقول الكلمات بالكعب ممتازة. فليب لام إلى توماس مولر، أين توني كروس؟ ولكن الألمان هم الأفضل في الشوط الأول. ترجع تاني كورة، حزر من تسداد، يسدد كورة للمتاني. هدف قاتل يصعب الأجواء على الفريق المصري. أنتوا مالكوا في إيه؟ مش مركزين ليه؟ إيه اللي حصل لكم؟ اوعى تكونوا فاكرين ان انا اخترتكم عشان انتوا لعيبه جامده، انا اخترتكم عشان انتوا رجاله، او كنت فاكركم رجاله. يا جماعه احنا كل واحد فينا اتحرم من بيته ومن اهله، والنهارده جت الفرصه عشان نصلح كل الغلط اللي عملناه. ليه عايزين تحرمونا من الفرصه دي؟ خلي الناس اللي جت بره دي تفرح بينا وتحترمنا. انا مش هخسر الماتش ده. انتوا معايا ولا مش معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ معاك يا ابو كمال. وغلاوة ابني عمر هتكسب الماتش ده. معاك يا مرة أخرى
الأصدقاء الكرام السادة المتابعين، ننطلق إلى الشوط الثاني والأخير كما نرى نزول الشيخ نبيل البرقة. هل يسجل أم لا؟ عندي ثقة المنتخب المصري ممكن يسجل. ترجع ثاني كرة عن طريق قلبه الشيخ نبيل والهدف الأول. الله يا المصريين، يلا كرة يلا سريعة، 2-1 على قول الفريق الألماني. إذا سجل هدف ثاني سيكون التعادل القاتل. الشيخ نبيل البرقة يضرب كرة عن طريق كونغو. شوف المروقة يا ولد يا لعيب، منك يا ولدي. يمشي ثاني كونغو العظيم الجميل، الكل يشاهد، يوزع كرة يلا الثاني ديما ولا بالداري. الله يا المصريين، جول 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 عن طريق اللاعب ديبا. 2-2 ما شاء الله عليكم يا المصريين. هدف ثاني قاتل يصعب كل الاجواء على الفريق الالماني. دقيقتين على النهايه ومش ممكن، وركله جزاء خطا بيكون ركله جزاء على اللاعب الشيخ نبيل. منك يا نبيل، ولكن كوره صعبه جدا على التنفيذ. توماس مولر، توماس مولر اللاعب يقول توماس مولر امشي الناوي في هذه الثواني. منك يا الشناوي، كل القلوب المصريين معاك. يدخل توماس مولر يسدد كرة، ولكن الحارس العملاق الله ما شاء الله عليه. يلا المصري يقول 5-5 عليك يا شناوي. الله يا ولدي تسلم ايدك. كرات ثانية سريعة، من هذه الاجواء، من هذه الكواليس الغريبة. لقاء التيكي تاكا عن طريق الكبار. يمشي ثاني قنفي الكبير، هذا هو كابتن مصر العملاق، يمشي وحده يسدد. الهدف الثالث، الله 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 ما شاء الله، فعلوها المصريين، قلت لك فعلوها الرجال، فعلوها الفرسان، حققوها الابطال بطولة الكأس الغالية. هذا الجيل، هذا من فراعنة الأسود. منكم يا الابطال احرجوا الماكينات الالمانية. شوف رقصة الابتسامة، نعم انتم الابطال. نشكركم اصدقاء المتابعين، لكم معلقكم ايش الشوالي. مسرح الإنتاج مع الساحر العالمي اللاعب